احنا مش هنسيب البيت بس، احنا هنسيب البلد بحالها. بقول لك مش عاوزاك تلمس، لازم اعرف ايه اللي بتعمله الاول. جمع الشوام مش خايف، وبكره يرجع، وكل واحد هيتلم لسانه، والزمن بيني وبينك حصل لها انفصال شبكي ومش هتشوف الا بعد مده. واذا ما شافتش يبقى لابد من عمليه. مليون عمليه. يعني الاستاذ ده كان مستغفلنا كلنا وهو قاعد وسطينا؟ انت في بينك وبين اخوك حاجه؟ ومصر هي اللي دفعت تكاليف العمليه يا جمعه، مش اسرائيل. ازاي يا اخويا اللي من لحم ودم يودينا لحد المشنقه بايديه؟ دموع في عيون وقحه. من الاحد الى الخميس 10:00 صباحا على قناه مصر الاولى.